في موضوع آخر، تواصل وحدات الدرك الوطني بقسنطينة خرجاتها الميدانية لعديد المؤسسات التربوية والمعاهد من أجل الاحتكاك بالطلبة والتلاميذ من أجل الرد على استفساراتهم فيما يتعلق بشروط التجنيد في جهاز الدرك الوطني. نتابع المزيد في ميكروفون لشمس الدين تامن. تواصل وحدات المجموعة الإقليمية درك الوطني بقسنطينة خرجتها الميدانية بغرض استقطاب الراغبين في الالتحاق بصفوف درك الوطني بمختلف الرطب، خاصة فئات رجال الصف المتعاقدين. شملت هذه الخرجات الميدانية مختلف المؤسسات التربوية وهيكل التكوين المهني ومختلف المعاهد على مستوى الولاية، أين تم خلالها التعريف بمؤسسة درك الوطني، شرح الشروط العامة والخاصة بالتجنيد، توزيع مطويات تحتوي على دليل تجنيد وأهم الوثائق اللازمة لتكوين ملف الترشح. لمزيد المعلومات إجابة عن استفساراتكم يرجى الاتصال بأقرب وحدة للدرك الوطني أو مكتب تجنيد بمقر المجموعة الإقليمية. وحفزونا باه ندخلوا في الصفوف ونلتحقوا بهم، وعطاونا الورقة هذه باه نشوفوا الشروط ومدة التكوين ونحاولنا شوية استفسارات.